على الساحل الغربي من المملكة، وتحديدا في وجهة البحر الأحمر، تقع جزيرة شورا، إحدى أكبر جزر الوجهة في البحر الأحمر. يربط الجزيرة بوجهة البحر الأحمر جسر يعد الأطول من نوعه في المملكة، إذ يتجاوز طوله 3 كيلومترات. والجسر أيقونة جمالية ومعمارية فريدة، حيث شيد وفق تصاميم هندسية روعيت فيها الجوانب البيئية، فهذه البيئة البحرية الغنية يعيش فيها أكثر من 150 نوعا من الكائنات البحرية والنباتات الطبيعية التي تمتاز بها المنطقة. وبإمكان من يعبر الجسر سواء على المركبة أو ماشيا أن يستمتع بمشاهدة الشعب المرجانية وأشجار المانغروف على جانبي الجسر. طبعا جسر شورا يعتبر نقطة الوصل الرئيسة التي تربط بين الساحل والجزيرة من خلال معبر مائي بطول 3.3 كيلومتر، والذي يعد أحد أطول المعابر المائية الموجودة في المملكة العربية السعودية. جسر شورا تم تصميمه وبناؤه طبقا لأعلى معايير الالتزام البيئي والاستدامة، تماشيا مع أهداف شركة البحر الأحمر الدولية لتحسين البيئة. مسار الجسر كان بالإمكان أن يكون بأقل طول من ما هو الآن، لكن اختير المسار هذا بعناية وموقعه لتجنب حدوث أي أو تخفيض مستويات التجريف والحفر، ولتجنب الحاجة لنقل الشعب المرجانية. ويعد الجسر جزءا من طريق رئيسي ممتد من مطار البحر الأحمر الدولي حتى الجزيرة.